السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. معانا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 7 من كتاب أويك إز إناف 2023. نبدأ بسم الله. Complete the following dialogue. أكمل المحادثة التالية بين نورا وهالة. نورا أند هالة آر توكينج أباوت دكتور فاروق الباز، بيتحدثون عن دكتور فاروق الباز. فنورا قالت لها جود ايفنينج، مساء الخير هالة. هاو آر ثينجز، يعني كيف تبدو الأمور أو كيف هي الأمور. فهلا قالت لها جود ايفنينج، مساء الخير نورا. فهتقول لها اي ام فاين، بخير، او ممكن تقول لها اتس فاين برضو، ايه على مرام او بخير. بيج نمبر 8، نورا هاف يو هيرد اباوت دكتور فاروق الباز، هل سمعتي عن دكتور فاروق الباز؟ فتقول لها يس اي هاف، ده السؤال في المضارع التام، السؤال بهاف، يبقى يس اي هاف، نعم ايه سمعت عن دكتور فاروق الباز. نورا فسألت سؤالت لا I heard that، سمعت إن هو help سعادة the astronauts الرواد الفضاء ألوت يعني كثيرا to use satellites لاستخدام الأقمار الصناعية. يبقى تقول لها ماذا تعرفين عنه؟ What do you know about him؟ What do you know about him؟ ماذا تعرفين عنه؟ قالت لها I heard، أنا سمعت عنه that he helped the astronauts ألوت to use satellites طبعا كثيرا لاستخدام الأقمار الصناعية. بعد كده السؤال نورا بتقول سألت سؤال، فطبعا هلقت لها yes he helped Egypt a lot، وساعد مصر كتير. فتقول لها طبعا هنحذف yes، طبعا helped ده التصريف التاني للفعل، نسأل ب did ونعكس نعمل عملية المقص، يبقى did he help Egypt، هل هو ساعد مصر؟ طبعا yes he helped Egypt a lot، هو ساعد مصر كتير. بعد كده نورا قالت لها how did he help، كيف ساعد مصر؟ طبعا هو ساعد مصر، ان هو طبعا ممكن نقول to find new water، يعني طبعا لكي طبعا يجدوا أو للعثور على مياه جديدة، هو ساعد مصر، يبقى he helped Egypt and other countries to find new water. وممكن نقول كمان he studied the weather، هو درس الطقس أو ذكر الطقس، that's because لهذا السبب water in the western desert، في الصحراء طبعا في الصحراء الغربية is very useful، يعني مفيدة جدا. ممكن نكتب إجابة تانية، يبقى ممكن نقول مثلا he helped، he helped هنقول إن هو ساعد، he helped Egypt هو ساعد مصر عذرا and other countries and other countries ودول أخرى، ساعدهم في إيه بقى؟ to to find ان هم يجدوا a new water، طبعا مياه جديدة. كمان ان هو برضو ساعد مصر ان هي تستخدم helped Egypt مثلا ان هي طبعا used satellites تستخدم الاقمار الصناعية، كمان to find rivers ان هي طبعا ايجاد برضو ممكن كمان and عاوز نكتب، ممكن نكتب الاجابة فوق، ممكن نقول ايه he helped Egypt ساعد مصر كمان ان هي برضو كمان للعصور to find ان هي تجد rivers انهار that التي بتكون فين where under يعني تحت the sand الرمال the sand الرمال. ده كل ده عن دكتور فاروق الباز. بعد كده عند بيج 9 صفحة 9، complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية between أحمد وحسن are talking about their future jobs، عن طبعا يتحدثوا عن إيه أعمالهم المستقبلية، عن وظائفهم المستقبلية أو إيه أعمالهم المستقبلية. فطبعا احمد قال له هاي حسن، اهلا حسن، كان اي اسك يو سام كويستشن، هل يمكنني ان اسالك بعض الاسئله؟ فحسن قال له هلو احمد، فطبعا هيقول له يس اوف كورس، مفيش مشكله، يس اوف كورس نمبر، طب ممكن يقول له يس يو كان، نعم يمكنك. طبعا حسن قال له احمد قال سؤال، فطبعا حسن قال يس اي لايك ميديا سو ماتش، انا بحب طبعا ايه وسائل طبعا او احب الاعلام جدا. فطبعا هنحذف يس والفعل هنا في المصدر يبقى دو، والاي تحول الى يو يبقى دو يو، واللايك تطلع زي ما هي يبقى دو يو لايك، دو يو لايك ميديا، يعني انت بتحب ايه الاعلام، يبقى دو يو لايك ميديا، مفيش مشكله ميديا، هل تحب
الاعلام، فقال له ايه؟ يس اي لايك ميديا سو ماتش. فساله سؤال طبعا احمد حسن، قال له اي لايك ذا جوب، انا بحب الوظيفه اوف ذا نيوز ريدر، طبعا انا بحب طبعا وظيفه الايه؟ قارئ الاخبار. نيوز ريدر يعني طبعا ايه؟ انا احب وظيفه قارئ الاخبار. طبعا هيقول له ما هي الوظيفه اللي انت بتحبها؟ هيقول له مثلا وليكن، هيقول له ممكن نقول له مثلا what job، ما هي الوظيفة what job do you like، ما هي طبعا الوظيفة اللي بتحبها مثلا اهو، يبقى هنا what job do you like، ما هي الوظيفة اللي بتحبها، يبقى I like the job of a news reader so much، انا بحب طبعا وظيفة قارئ الاخبار جدا. ممكن برضو يقول له وات جوب، ممكن يقول برضو احنا عايزين مكان برضو، ممكن يقول له ايه اكتبها فوق، ممكن نقول وات جوب، ما هي الوظيفة، ممكن يقول له وات جوب، ما هي الوظيفة، وات يو، ما هي الوظيفة، وود يو لايك، وود يو لايك تو دو، يعني اي وظيفة انت تحب العمل بها مثلا في ايه، in the media، in the media في ايه الاعلام، would what job، ما هي الوظيفة، would you like، الذي تود like تحبها، what job would you like، what job would you like to do، تحب القيام بها في الايه في الاعلام. فممكن برضه من ضمن الاسئلة ممكن نقول سؤال تاني، ممكن نقول what برضه what job Do you like، أي وظيفة أنت بتحبها، ما هي الوظيفة اللي أنت بتحبها، ما هي الوظيفة التي تحبها مثلا، in media، in media في الإيه في الإعلام. دي طبعا سؤالين، واختار السؤال اللي يعجبك وحطه طبعا. أي وظيفة أنت بتحب القيام بها في الإعلام، ماشي مفيش مشكلة. أو ممكن برضو what job do you like in media، ما هي الوظيفة التي تحب العمل أو القيام بها في الإعلام. بعد كده السؤال أحمد بيقول له إيه؟ أحمد بيقول له what are the skills needed for this job؟ ما هي المهارات؟ إيه المهارات اللي أنت طبعا إيه؟ المهارات اللازمة لهذا العمل، ما هي المهارات اللازمة لهذا العمل؟ فقال له طبعا هيقول له يعني إن الواحد يتحدث بشكل كويس، speaks well، speaks well، ان الواحد يتحدث بشكل ايه جيد، لان طبعا قارئ الاخبار ده لازم يكون عنده ايه، ان هو بيعرف يتحدث بشكل جيد، يبقى هنا speaks well. بعد كده السؤال بيقول حسن قال له what about your favorite future job، يعني ماذا عن وظيفة وظيفتك المفضلة في المستقبل، وماذا عن وظيفتك المفضلة في المستقبل. فهيقول له مثلا انا بحب، وبيتكلم هنا ايه الفوتوغرافر، الفوتوغرافر اللي هو الايه المصور. فهيقول له مثلا وليكن I like، انا بحب the job، حب وظيفة of the photographer، I like the job of the photographer، ليه وظيفة المصور، I like to job of the photographer، أنا بحب وظيفة الإيه المصور. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، إلى لقاء فيديو آخر بإذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.